lesson 3. The title of this lesson, do you have any? هذا السؤال do you have any يعني هل أنت تملك بعض شنو؟ وهذا اليونت بهذا lesson sorry راح نأخذ الفودز. What does it mean go foods؟ الطعام. يعني من أسألك do you have any يعني هل أنت عندك بعض شنو؟ مثلا أقول لكم do you have any water؟ do you have any apples؟ do you have any sweets؟ do you have any chicken؟ do you have any rice؟ okay؟ فهذا السؤال do you have any معناته هل أنت تملك؟ okay؟ هل أنت تملك؟ ويا هذا السؤال شنو نستخدم قلنا؟ الفودز. شنو يعني فودز؟ السؤال هو do you have يعني هل أنت عندك any وياها شنو الطعام؟ هذا السؤال ماما. Do you have any okay do you have any أو do we بدال اليو خلي we. What's the meaning of you؟ شنو معنات you؟ we we نحن يعني هل نحن عندنا بعض التفاح بعض البنانة بعض الأبل أو هل نحن أوكي أما وي أو يو ما يختلف أوكي بس أنا إذا نقول طالب حنقول do you have any do you have any أوكي احفظوا السؤال هذا السؤال إذا يجيكم do you have any يعني هل أنت تملك أنت بعض الطعام زين الكلمات الطعام اللي راح نأخذهن اللي هي صفحة 62 وهي حفظ وواجب الدرس القادم أول كلمة cakes. What's the meaning of cakes؟ يعني كيك. أوكي. ثاني كلمة عندنا bread. يعني شنو bread؟ خبز. أوكي. bread خبز كل أنواع عصامور خبزاية توست هاي هي بين أسماء بس إحنا ما نخربطكم بس bread وقبل bread خبز. eggs. نشوف بالله cakes هنا أنا عندنا هذا cakes هذا bread. هذا الإيجز عندنا أبلز زين عندنا توميتو يعني طماطم أخذها بوتيتو يعني بطاطا أوكي عندنا تشيز وير إز ذا تشيز ما عندنا هنا تشيز يعني جبن تشيز أوكي جبن زين أبلز هستونا قلناها هاي الأبلز عندنا تشيكن ماخذيها أنتو قديمة وآخر شي رايز اوكي هذه الصور مال الطعام هي ما مطلوبه فقط صفحه 62 اللي هي انتوا حتحفظوها هذه الباقيه للاطلاع يعني اكو قسم تعرفون اكو قسم ما تعرفون راح اقراهن كلهن فقط للاطلاع يعني فقط حتى تعرفون اللي يريد يحب يحفظ شغلات زياده غير الكتاب نو بروبلم مو مشكله اوكي انا راح فقط اقراهن ابو قسم طبعا تعرفون ابلز رايز ومبينة الشكل ما يحتاج بشرح chicken cookies اللي هو البسكوت milk fish strawberries أو strawberry وحدة water أو water الماء cherries salad سلطة يعني زلاطة meat tomato وأخذها potato نجي على ذني cake bread eggs يعني هذا هواية apple chicken rice beans البيز اللي هي لا مو بزالي هاي البيز بزالية البيز الفاصولية او الباقلة يعني ليمون ايس كريم باو هاي اسمها بيز ما بيها ان هاي اللي بيها ان تختلف هذه بزالية هذه فازولية fish water أو water ولمونات لمونات اللي هو عصير الليمون أوكي open your book on page 62 نفتح كتابنا صفحة 62 حتى نردد كلمات الطعام شوفوهن نشوفهن شنو كلمات اللي عندنا أوكي يلا صفحة 62 يلا do you أو do we have any زين أول كلمة عندنا cakes repeat after me cakes 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 bread bread
bread, 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 eggs, 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 tomato, 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 cheese, 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 apples, 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 chicken, 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 rice, 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 rice. نشوف هذه المام وهير هير تشيلدرن الام واولادها بالكيتشن بالمطبخ قاعد الام هي تسال البنت اوكي الام ايش قاعد تسوي قاعد تسوي لستة الطعام شايفين الماما تعطي البابا لستة وتقول له جيب لنا محتاجين هيك محتاجين هيك زيت تم صمون صح؟, صح سوي ماما لستة لو سوي سوي اليوم احنا عندنا ناقص البيت ما بيتم نجيب لنا فاصوليه باذنجان فالاماي قاعده بالكيتشن بالمطبخ قاعده تسوي الليست هاي الليست مال الطعام اوكي منو اللي يساعدها الاولاد يشيكون تقول لهم الشغله مثلا كلهم رايز فتحون الكاونتر يشوفون اكو رايز لا ماكو اذا اكو ما تكتب الاماي بالليست اذا ماكو الام تكتب رايز ما عندنا رايز اوكي فالام هنا تسال تقول لهم do we have a rice any rice تقول لهم افتحوا الكاونتر اكو رايز ايش جاوب الولد yes we do يعني شنو يعني ايه عندنا اكو رايز زين تيجي تسال سؤال ثاني تقول له do we have any chicken عندنا دجاج هذا الدجاج وين موجود بالريفريجريتر يعني بالثلاجه جت البنيه فتحت الريفريجريتر فتحتها قالت لها مام نو وي دونت يعني شنو ماكو اوكي فمن نسال سؤال من اسالكم سؤال دو وي هاف اني ابلز اذا عندنا اذا عندنا هذا الشيء نقول يس يو او وي دو نفس يس اي دو نو اي دونت مع درس الفات انت تسوي هذا الشيء يس اي دو نو اي دونت اوكي فاذا عندنا هذا الشيء بس بدال الاي نقول وي يعني يس وي دو اذا ما عندنا هذا الطعام نو وي دونت يعني سؤال هسه انتم بالجنطه بالباكس مالتكم دو وي هاف اني فيش نو وي دونت كنا سوا وي دونت نو وي دونت نو وي دونت دو وي هاف اني ووتر ان ذا باج يس وي دو يس وي دو زين دو وي هاف اني potato in the bag no we don't no we don't do we have any books in your bag yes we do yes we do yes we do yes we do yes very good هذه صفحه 63 هاي ما مطلوبه هذه فقط لعبه باعوا عليها هاي اللعبه start يعني البدايه وفينش يعني النهاية يعني شلون تقوم طالبة تقولها للأخر what's this وتأشر لها على المربع الثالث اللي هو rise تقولها it is rise okay تقوم طالبة ثانية تقولها للطالبة الأخرى تقولها what's this ice cream وهكذا خلينا نلعبها بالله شوية اللي يعرف يرفع إيده المربع 1 2 3 4 5 6 المربع رقم 6 احسبوا yes what's this yes bread bear down as food as for bread yes bread very good yes number 10 رقم حسبوا المربع 10 theater yes 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 bees very good excellent زين المربع رقم 12 قد 12 12 يلا حسبوا 12 يس يس مريومه كولا كولا فيري جود اوكي خلينا نقراهم سوا كنا بالله نشوف هذين الاشياء شنو اول وحده بانانا تشيز رايز ابل بيز ريد سويت جيلي كيك بينز تشيكن كولا دايتس تمر ماما دايتس دايتس اوكي اذا واجبنا صفحه
يا صفحة 62 حفظ الطعام. أوكي؟ أوكي. نعيد هنا آخر مرة. Yes. كنا سوا نقراهن. Cakes. Bread. Egg. Tomato. Cheese. Apple. Chicken. Rice. Very good. Okay. راح نحل هسه سوا. Page 72. طلعوا لي صفحة 72 اللي هي ايش قال 72؟ 72. عافية. 70 و 2 2. راح نحلها سوا هنا. يعني واجب اكتيفيتي ما عندنا. واجب اكتيفيتي شنو؟ ما عندنا. راح نحلها هسه. الواجب هو حفظ الطعام صفحة 62. قبل ما نحل do we have any question؟ عندنا سؤال؟ No. Okay.